نتعدد مع حضراتكم والفقرة الحوارية. يمكن احنا النهاردة في الفقرة الحوارية هنتعرض لمشروع عملاق من المشروعات الخدمية التي تقوم بها الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه. احنا قدام مشروع عملاق وهو ري واستصلاح 362 ألف فدان بمحور جنوب الضبعة اللي بيمثل المصدر الشمالي للدلتا الجديدة، وهو ثمرة بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري وبين الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية. هنتكلم على هذا المشروع ونتكلم على مراحل إنشاؤه وهيفيد في إيه، وإزاي إن إحنا بنعظم استخدامنا للمياه سواء المياه الصالحة طبعا للزراعة أو الناتجة عن المعالجة أو التحلية. بيشرفنا في هذا اللقاء لتوضيح هذه النقاط المهندس رمضان إسماعيل الصياد، استشاري وممثل المكتب الاستشاري المشرف على تنفيذ مشروع ري واستصلاح 362 ألف فدان بمحور جنوب الضبعة. باشمهندس رمضان، أهلا بحضرتك وسعداء بوجودك معنا في هنا مسبير وعلى شاشة التلفزيون المصري. احنا أداء الحديث عن مشروع من المشروعات الكبيرة اللي بتقوم بها الدولة المصرية في سبيل تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، وأيضا استصلاح واستزراع وفتح رئات جديدة أمام الزراعة المصرية للاستخدام يعني داخل الدولة وللتصدير وزيادة العائد الاقتصادي. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك خالد بيه، متشكر جدا على الاستضافة. طبعا محتاجين توضيح، أهلنا في الصعيد وفي الوجه البحري لما بيسمعوا على هذه المشروعات عاوزين يفهموا إيه هو المشروع ومراحل إنتاجه وهيفيد في إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو المشروع باختصار يعني وبدون إسهاب، مصر يعني في الفترة الحالية بتحاول تستغل كل قطرة مياه من مياه الصرف الزراعي اللي هي كان مقدر لها، خاصة في المناطق الشمالية والأرض الطينية في الشمال، في منطقة الدلتا، شرق الدلتا ووسط الدلتا وغرب الدلتا، كان مياه الري ان مياه الصرف اللي هي الناجمه عن الري بالغمر الفائض كان بينزل في مصارف فرعيه ثم يجمع في مصارف عموميه ثم يتم التخلص منه في البحيرات الشماليه كبحيره المنزله وبحيره مريوط وإيدكو وخلافه. إذن كنا هنفقد جزء كبير من المية اللي يمكن الاستفادة منها. يمكن وأنا بدردش مع حضرتك قبل التسجيل قلت لي إن الأرض بتاخد التلتين وبيفيد التلت. بالظبط. التلت دي نسبة مش هينة في ظل إن إحنا بنحافظ على كل نقطة مية. بالظبط. فالمشروع بيستفيد من كل مياه الصرف الزراعي اللي كانت بتفقد وتهدر، يعني ما كانش بيستفاد بيها. بالظبط، كانت مياه بتلقى في البحيرات. كان بيبقى لها تأثير سلبي، إن أول حاجة أنك بترمي مية كان ممكن الاستفادة منها. صحيح. الحاجة الثانية أنها ممكن تمثل لو تلقى في بحيرة زي بحيرة المنزلة مثلا، كان بيلقى فيها مياه البحر البقر، مصرف بحر البقر، فكان بيمثل ملوث. طبعا. أو أحد مصادر التلوث في بحيرة المنزلة. فالجانب الإيجابي بيبقى مزدوج، يعني ما بين أنك بتستغل المية مرة أخرى وممكن إعادة استخدامها مرات عديدة لغاية ما الملوحة بتاعتها بتزيد بنتخلص منها. الأمر الثاني أنك بتخف الحمل البيئي على البحيرات الشمالية وتشيل منها مصادر التلوث. فاللي حصل في المشروع بتاعنا، مصر طبعا بتقوم بهذه الإجراءات لمحاولة التخفيف من الفرق ما بين احتياجاتها من المياه والمتاح. والمتاح من المياه. لا والطموح في زيادة الرقعة الزراعية. صحيح. طبعا، لأنه إحنا مع معدل زيادة السكان لازم يكون على التوازي معها معدلات تنمية وزيادة الرقعة الزراعية لمجابهة هذه الزيادة. فيعتبر مشروع طموح بالإضافة للمشروعات اللي تمت في شبيهة ليه، زي مصرف المحسمة اللي بيستغل مليون متر مكعب في اليوم برضو من مصرف المحسمة، معديين بإحدى الصحرات تحت قناة السويس الأولى والثانية تفرعتين، وبيروي حوالي من 47 ل 50 ألف فدان في سيناء. فده حاجة سيناء المحسمة دي. المحسمة شمال سيناء. هي في وسط سيناء وشمال سيناء. تمام. هي عند منطقه سرابيوم بالظبط. تمام. في الاسماعيليه عند البحيرات.
المشروع الآخر اللي هو استغلال برضو 5.6 مليون في من مصرف بحر البقر اللي كانت بتمثل مصدر تلوث كبير جدا لبحيرة المنزلة، مش بناخده زي ما هو ككواليتي مية، بناخدها نعالجها في محطة معالجة عملاقة جدا موجودة في شرق القناة في سيناء، وبعد المعالجة بيتم فتح المية على ترعة السلام اللي هي اسمها ترعة الشيخ جابر في سيناء على محطة السلام 4 لري زمام قدره 270 ألف فدان. هايل. علما بأن ترعة السلام نفسها كانت مصممة أنها تروي زمامها كله 620 ألف فدان، 220 في غرب القناة و400 في شرق القناة. احنا عظمنا وزدنا الاستفادة. فاحنا يعني المشروعات دي كلها ماشية بالتوازي وماشية في تقدم مستمر، وفي دلوقتي حاليا بيعملوا مسار اخر برضو في سيناء لوسط سيناء من ترعة الشيخ جابر لاستغلال المياه بتاعت بحر البقر. يمكن احنا حريصين من خلال وجود حضرتك واستضافتك يعني على توضيح كل المشروعات والجهود اللي بتقوم بها الدولة في هذا المجال، يمكن كمان احنا حريصين ان يصل هذا الشرح وهذه الجهود الى المواطن البسيط والى كل فئات المجتمع في كل ربع مصر في بحري وفي قبلي. عشان كده وحضرتك بتتكلم برضو احنا معانا فيديوهات توضيحية للمشروع. نكمل كلامنا عن بقى المشروع محور الضبع. تمام. هو بس يعني انا عايز بس اوضح نقطه قبل ما ادخل في اندبس في المشروع. مصر احتياجاتها من الميه اكتر بكتير من المتاح من موارد. احنا المورد الرئيسي بتاعنا 55.5 مليار حصتنا الثابته التاريخيه من نهر النيل. عندنا كمان بنحاول نوفر او نستغل مياه جوفيه ومياه امطار بتوصلنا لحوالي 60 مليار اجمالي، ثم اعاده استخدام مياه الصرف من شتى المصادر بتاعتها في حدود 20 مليار، فبنوصل ل 80 مليار. احنا احتياجنا الفعلي كان من سنوات قليله بيقال انه 114 مليار، النهارده بيتقال 120 مليار. فالفرق ما بين احتياجنا والمتاح حوالي 40 مليار. عشان كده الجهود مستمرة. عشان كده جهود لا ال 40 مليار دول بقى اللي هم مش قادرين نعوضهم من المصادر المتاحة بتاعت إعادة استغلال وكده، بنستوردهم في صورة محاصيل زراعية فيما يسمى حاجة اسمها المياه الافتراضية. تمام. يعني المحصول اللي بيجي من الخارج ده أو السلع اللي بيجي من الخارج بتبقى مزروعة في بلادها باستهلاك مية. ما يعادل ال 40 مليار متر مكعب دول هم اللي بنستوردهم. تمام. في صوره محاصيل. واضح. في تقريبا في ما قيمته حوالي 15 مليار دولار. تمام. فاحنا محتاجين نقلل الفجوه دي تحت العجز المائي، ومن خلال المشروعات بتاعتنا بنقول للعالم كله وللدول الصديقه والشقيقه في دول حوض النيل ان احنا حريصين على كل قطره ميه وما بنرميش ميتنا في البحر، لا ده بنحاول ان احنا نستغلها باقصى وباعلى كفاءه استخدام. صحيح. الري يمكن على مستوى العالم ما فيش دوله عندها كفاءه استخدام للمياه زي مصر. بالظبط. يعني احنا بنعالج مياه الصرف الزراعي وبنعالج مياه الصرف الصحي وبنستخدم كل حاجه فيما هو مخصصه ليه، بنوصلها للمعايير بتاعتنا. بالزبط. وبنستغلها. تمام. طيب برضو توضيح للمشاهد الكريم قبل ما نتكلم عن محور الضبع بالتفصيل ومراحل انشائه، بنسمع كلمه معالجه وبنسمع كلمة تحلية. تمام. معالجة المياه، تحلية المياه. تمام. الفرق بين الاثنين وهل هناك فرق في الاستخدام بعد سواء المعالجة أو التحلية؟ تمام. هو طبعا المعالجة تكنولوجيا مختلف عن تكنولوجيا بتاع التحلية. التحلية دي بيكون الانتاج بتاعها على مياه مالحة وليها طرق للتحلية لإزالة الملوحة من المية وتبقى طعمها مستساغ، وغالبا بتستخدم في مياه الشرب لأن التحلية تكلفتها بتبقى عالية جدا، زائد أنها ما بتبقاش على لارج سكيل زي الري. إنما مية الري المعالجة بتبقى المحطات بتبقى الكباستي بتاعتها كبيرة، وإحنا عندنا محطة بحر البقر دخلت جينيس ريكورد، يعني خدت ترتيب عالمي في جينيس ريكورد كأكبر محطة معالجة في العالم حتى الآن. هايل. لكن إن شاء الله محطة الضبع هتبقى أكبر منها، لأن دي محطة بحر البقر 5.6 مليون
الضبعة 7.5 مليون. هايل. فهتخش جينيس ريكورد وهتكسب هتكسب الضبعة. يعني المركز بس الأول والتاني لينا برضو. المركز الأوائل عندنا يعني ما فيش في العالم قد المحطات بتاعة المعالجة عندنا. أقصد أن المعالجة بتبقى لارج سكيل وتقنية مختلفة عن التحلية. التحلية غالبا بتبقى المياه. طب هل المحطات اللي بتقوم بمعالجة الصرف الزراعي هي نفسها المحطات اللي بتقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي ولا دي محطات مختلفة؟ لا ممكن لو المية مخلوطة فيها مية صرف زراعي وصحي هي المعالجة محطة المعالجة واحدة بتبقى يعني إما معالجة ثنائية أو ثلاثية. المعالجة عندنا بتعمل حاجتين بتتعامل مع الكيميكالز وبتتعامل مع البيولوجي يعني معالجة بيولوجية وكيميائية أو في حاجة في المية ميكروبات أو بتتعامل معها. اما الملوحه موضوع تاني. الملوحه لازم يتم ازالتها عن طريق الخلط عشان كده المشروع بتاعنا ده فيه نسبه خلط من ميه النيل المباشره بتيجي من ترعه النصر بمليون متر مكعب في اليوم عشان اتحكم في الكواليتي بتاع الميه وادي للمزارع او للنباتات بتاعتي الميه المناسبه للتركيب المحصول اللي انا مختاره في الاماكن المستهدفه. جميل يا باشمهندس رمضان، هنكمل مع حضرتك ولكن اسمح لنا هنخرج اعزائي المشاهدين انفوجراف كده ونرجع تاني نكمل كلامنا المهم جدا عن هذه المحطه العملاقه اللي بتشكل ركن كبير جدا من اركان التنميه في مصر وهي محطه محور جنوب الضبع. أهلا بحضراتكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، ويسعدنا أن نستكمل حديثنا مع ضيفي الكريم اللي بيشرفنا في هذا اللقاء المهندس رمضان إسماعيل الصياد استشاري مشروع ري واستصلاح 362 ألف فدان بمحور جنوب الضبعة. أهلا بك يا باشمهندس، وبنكمل حديثنا عن هذا المشروع العملاق، يعني مراحل إنتاجه وصلنا لغاية فين دلوقتي، المستهدف إيه؟ أهلا. احنا عموما القنوات اللي احنا بنجمع من خلالها مياه الصرف في منطقة البحيرة واسكندرية من مصارف إدكو وبرسيق والقلعة الأعمال الصناعية اللي عليها تقريبا بالكامل تمت، في بعض الأعمال اللي هي التكميلية بيتم جاري حاليا الانتهاء منها، هيتم الربط على هذه المصارف بيتم ربطها على مصرف اسمه مصرف العموم، ومصرف العموم ده هو المصرف الرئيسي اللي كان بيودي ميته على محطة في اسكندرية اسمها محطة الماكس وكان بيرمي ميته في البحر المتوسط، فهيتاخد من هذا المصرف ده كله كان بيبقى فاقد، ده كان بيبقى كله مفقود، يعني كل المياه الكبيرة دي بتروح البحر المتوسط لا نستفيد بيها، وكان بيمثل عبء على المنطقة هناك طبعا. لما المياه المناسيب بتاعته بترتفع كان بيمثل عبء على المنطقة اللي هو بيمر من خلالها. فتم إنشاء حوالي 13 محطة على المسار بتاعنا. المسار طوله 170 كيلو متر طولي، فيه حوالي 22 كيلو مواسير، وباقي المسار قطاعات مفتوحة ما بين ترع وما بين يو سيكشن خرساني لتوصيل المياه من محطة واحد إلى محطة 12 ثم إلى محطة المعالجة على محور العالمين. الطول الإجمالي كام؟ 170 كيلو. 170 كيلو. بالضبط. يعني عشان توصل المية من المصارف المختلفة وتتجمع في مصارف رئيسية وتوصل للمحطة الرئيسية محور جنوب الضبعة. المية محطة واحد. بالضبط. محطة واحد دي بتاخد من المصرف العمومي اللي هو العموم مصرف العموم. وتدي للمحطات اللي بعدها مسار 170 كيلو بيمتد من فين لفين يا فندم؟ بيمتد من طريق اسكندريه الصحراوي عند قبل اسكندريه بحوالي 9 كيلو 10 كيلو كده، تقاطع مع تقاطع المصرف مع طريق اسكندريه الصحراوي قبل اسكندريه ب 10 كيلو او 9 كيلو الى محور جنوب الضبعه بمسافه طوليه 170 كيلو. شغل عملاق. طبعا احنا انتهينا من كم مثلا في المية دلوقتي من هذا المشروع؟ احنا هي يعني معظم مراحل، لو قسمناها مراحل المسار معظمه تم، لكن في حتة لسه شغالين فيها في اليو سيكشن لانه بيمر من بحيرة مريوط بيبقى له تجهيزات معينة كده في التعامل مع التربة وتدعيمها وكده، فبياخد وقت شوية، لكن المحطات معظمها المرحلة الاولى منها خلصت،
وأوريدي كان في عندنا حاجة اسمها الخطة العاجلة من محطة 6 اللي بتاخد مية حوالي 1,000,000 في اليوم من ترعة النصر لسبعة لثمانية لتسعة لعشرة لحداشر لاتناشر إلى المعالجة، ودي ودي شغالة أوريدي بقالها تقريبا داخلة على سنة. لكن احنا بنجهز المسار اللي هيخلط مية الصرف على ده. تمام. على المسار الرئيسي ده. يعني مثلا نقول في حدود قد ايه؟ يعني احنا ممكن نتكلم في الانتهاء من المشروع ممكن مثلا خلال سنة سنة ونص، لأن احنا كمان عندنا المحطات الكهرباء اللي هي هتغذي المحطات دي كلها اللي بتقوم بها وزارة الكهرباء شغالين فيها حاليا وبوترة سريعة جدا. إن شاء الله نتعشم خلال سنة سنة ونص يكون المحطات المغذية الرئيسية الكهرباء، لأن احنا شغالين على محطات مؤقتة دلوقتي. إذا هو مشروع متكامل منظومة بالضبط، يعني تتعاون فيها عدة وزارات وعدة جهات لتنفيذ هذا المشروع. وزارة الكهرباء بتمدكم بالكهرباء. طبعا. تعاون بين وزارة الموارد المائية والري وبين الهيئة الهندسية اللي بتنفذ. طبعًا. والمكتب الاستشاري بينوب عن الهيئة الهندسية في هذا المشروع. بالزبط. هي منظومة متكاملة لصالح يعني كل جهات الدولة بتتعاون فيه، لأنه صحيح. هو مشروع قومي. صحيح. ويهم كل جهة من جهات الدولة، وهيكون له مردود كويس جدا إن شاء الله في المستقبل بإذن الله على مصر. 362 ألف فدان إن شاء الله لما يتم زراعتهم أعتقد أن يكون في مردود اقتصادي وتجاري، وهيسمح بنوعيات معينة من المزروعات يعني للإنتاج المحلي لداخل مصر، وأيضا هتكون في نوعيات كمان للتصدير. قطعا هيبقى لهم مردود ممتاز جدا على الدولة، وعلى ويمكن أن مصر إن شاء الله مستقبلا حسب جودة المحصول اللي هيطلع ومعاييره ومطابقته للمعايير الدولية يتم التصدير، ويبقى له عائد اقتصادي ممتاز جدا إن شاء الله. إن شاء الله يا باشمهندس بعد انتهاء أعمالكم وتبقى المحطات جاهزة كده والمية جاهزة للزراعة، الجهة بقى المنوط بها استثمار هذه الأراضي المعدة للزراعة واختيار نوعية المزروعات والإشراف على ما يتم فيه؟ هو الموضوع بقى شقين، شق مسؤول عن المسار وتشغيل المسار كنقل مية للجهة المستهدفة اللي احنا هنرويها، ودي وزارة الموارد المائية والري بكافة أجهزتها وقطاعاتها ومصالحها، لأنه الموضوع متقسم مسؤوليات. تمام. فمحطات الرفع هتبقى مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء باعتبارها هي جهة الاختصاص الأصيل في تشغيل محطات الرفع. تابعة لوزارة الري. تابعة لوزارة الري قطعا. والمسار نفسه بقى كمجرى مجاري مائية وخطوط وكذا هيبقى مع مصلحة الري اللي هي تابعة لوزارة الري. تمام. فبقى إذن تشغيل المشروع هيبقى مع وزارة الري كإند يوزر. تشغيله محتاج، لو محتاج صيانة محتاج أي شغل تاني، كل ما يتعلق بالتشغيل أجهزتها وقطعاتها. كل ما يتعلق بالتشغيل وتوفير تمام. الاحتياجات المائية للمساحات المنزرعة هيبقى مسؤولية وزارة الري. أما بالنسبة للأماكن المستهدفة للزراعة أعتقد جهاز مستقبل مصر هو اللي هيكون مسؤول، بالتعاون طبعا مع الجهات بقى زي وزارة الزراعة والجهات المختصة أو متخصصة في الأبحاث الزراعية. جميل. طيب أكيد المشروع العملاق ده باشمهندس رمضان هيكون له تأثير، يعني أنه بيتماشى تأثير كبير وإيجابي طبعا، أنه بيتماشى مع الاستراتيجية المصرية والدولية للتنمية المستدامة. قطعا مصر عاملة خطط أنها باستمرار تحاول وده يتمشى مع كان سنة 2015 انعقد مؤتمر في الأمم المتحدة اللي هو مؤتمر أهداف التنمية المستدامة، حطوا حوالي 17 هدف للتنمية المستدامة اللي هم بيسموهم 17 SDGs. 17 هدف دول منهم محاربة الفقر، محاربة الجوع والمساواة بين الجنسين والمساواة وتقليل الفوارق الاجتماعية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة. فهم 17 هدف المشروع بتاعنا بيسمع في معظمهم، لأن هينشأ على هذا المشروع مجتمعات عمرانية قطعا للناس اللي هتشتغل هناك طبعا، مجتمعات عمرانية جديدة ويخلق فرص عمل جديدة هايل. محترمة لشبابنا في المستقبل في المكان ده. فهو متمشي مع أهداف التنمية المستدامة اللي هي قطعا هي اتفاقية ومش ملزمة، ولكن كل دولة بتنفذها طبقا لظروفها الخاصة. فاحنا مصر ماشيه في هذا الاتجاه
نتعشى من ربنا يتم المشروع ده على خير، والمشروعات المشابهة ليه في سيناء وفي الشرق العوينات وفي جهاز مستقبل مصر في الرافد الثاني للدلتا الجديدة اللي هو بياخد 10 مليون برضو من النيل وبيستزرع بيهم يمكن في حدود 700 ألف فدان. ده بدأ شغال حاليا. شغال إذن هي مشروعات بتتكامل عن طريق 6 محطات عملاقة برضو أخذوا رافد من فرع رشيد ومستهدفين حوالي شغال على برضو معالجة مياه الصرف. لا دي مياه فريش. دي مياه فريش. دي مياه فريش. ده مختلف عن مشروع بتاعنا بتاع محور الضبع. بالضبط كده. جميل. ده يمكن من حسن الطالع أو الفال الحسن يعني أنه بيتواكب مع انطلاق المشروع تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع بناء الإنسان. يعني احنا في خلال الايام القادمه دي بنشهد مشروع عملاق لبناء الانسان المصري في مختلف الاتجاهات الثقافيه والرياضيه ومهارات التشغيل والاهتمام الطبي بالمواطن المصري من مختلف القطاعات. فياتي هذا المشروع مكمل حضرتك بتقول لي بيغطي محاور كثيره جدا من محاور نقول الاستراتيجيه المصريه الوطنيه التي تتماشى مع الاستراتيجيه الدوليه للتنميه المستدامه. قطعا الإنسان هو محور صحيح الحياة، وكل المشاريع اللي بتتعمل هدفها الإنسان، فكل من اهتم بالإنسان كل ما كان له مردود، لأن هو أهم مورد تملكه الدولة هو المورد البشري. صحيح. كل ما استثمرت فيه كل ما كان مردود. هو أغلى استثمار. وأغلى استثمار. الاستثمار في البشر هو أغلى استثمار. وهو أفضل استثمار. صحيح. لأن العقول البشرية خلاقة جدا إذا أحسن التعامل معها. صحيح. ورفع كفائتها وتدريبها وبناء قدراتها. ده بيخلينا اختم مع حضرتك برضو مع جهود الدولة ان كان في نظرة ثاقبة للدولة عشان نوصل للمشروعات دي. بدأنا من سنوات يمكن من بعد تولي فخامة الرئيس السيسي كده بوقت قصير بحتة الاستفادة وتعظيم الاستفادة وتقليل الفاقد من أي نقطة مية. بالظبط. وقد بدأ المشروع بتبطين المساقي المائية اللي بنطلق عليها المصارف والترع. أعتقد دي كانت هي البداية الحقيقية إن احنا نقول لا، احنا نقطة مية دي غالية جدا ويجب الحفاظ عليها ويجب استثمارها كمان. صحيح. شبكة الري في مصر شبكة عريقة جدا بتمتد لحوالي 55 ألف كيلو متر طولي، منهم 33 ألف ترع و22 ألف كيلو مصارف. المصارف ما يهمناش قوي ان احنا نبطنها، لان التبطين بيمنع خطوط الرشح، لان صحيح. هي فايدتها انها تمتص المياه من اتجاهات مختلفة. الترع. من لا تمتص من الأراضي. التبطين المستهدف به الترع. صحيح. لأن الترع مع العمر الطويل وتشغيلها المستمر بيحصل فيها بعض التغيرات كالإطماء والاستبحار، يعني ممكن يحصل فيها تغير في شكل القطاع المائي، فلابد أن احنا نحافظ عليه. تغيير شغل القطاع ده بيؤثر على المزارعين اللي في نهايات الترع، ممكن ما توصلهمش. فالمشروع بتعمل له لجان لدراسة الترع، بسموها الترع المتعبة. صحيح. وبيتعاملوا معها لو بدأنا احنا شفنا رؤى العين، يعني فيه كميات في كبيرة في أهلنا في الصعيد. أنا بتكلم عشان أنا من الصعيد، شفت بعيني في مناطق زراعية وعزب وقرى فيها ترع تم تبطينها بالفعل وتمت الاستفادة من كل نقطة مية. الحقيقة ان احنا التبطين كمان بيمنع نمو الأعشاب طبعًا. اللي هي بتستلزم سنويا انك تعمل تطهيرات بتتكلف. صحيح. صحيح. فبيمنع نمو الأعشاب. في الحقيقة زي ما كنا بنتكلم ودايما حتى في لقاءاتنا نقول ان احنا في مصر الحمد لله بنمتلك مدارس كثيرة جدا. الحمد لما نقول مدرسة الري المصرية فهي مدرسة عريقة ضاربة بجذورها ولها إسهاماتها مش في داخل مصر فقط ولكن حتى في كثير من الدول العربية والإفريقية. مدرسة الري المصرية لها جذور ولها باع ولها سمعة طيبة جدا، ودائما مهندسين الري المصريين لهم سمعة مش داخل الوطن فقط ولكن خارج الوطن. ويمكن حتى الأفلام القديمة بتاعت زمان كانت تبين مكانة مهندس الري في المجتمع المصري وخاصة في المجتمع الزراعي. سعدنا بلقائك جدا يا باشمهندس، ويعني نتمنى لك كل الخير ولكل المشروعات القومية النجاح بإذن الله. المهندس رمضان إسماعيل الصياد استشاري وممثل المكتب الاستشاري المشرف على تنفيذ واستصلاح 362 ألف فدان بمحور الضبعة. شكرا. شرفتنا ونورتنا. شكرا جدا.
متشكر جدا استاذ خالد، متشكر جدا. أعزائي المشاهدين، يعني الواحد بيكون سعيد كإعلامي عندما يتحدث في مشروع قائم بالفعل ويتم التجهيز ليه، ومشروعات تمت بالفعل على أرض الواقع يعني تقليل الفاقد من المياه وتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، سواء مياه من المياه اللي احنا بنطلق عليها في الدارج المياه الحلوة، أو معالجة مياه الصرف الزراعي، أو معالجة أيضا مياه الصرف الصحي. بختم ختام المعهود مع حضراتكم. عاشت مصر عزيزة آمنة مستقرة، والله الموفق والمستعان. تحياتي.